أنا أريد أسأل أبو الكرين هذا، وشكو واحد عنده كرين، تمام؟ أريد أسألك، ما لقيت حائط هذا بغداد، أي بغداد إيش كبرها؟ ما لقيت حائط إلا حائط الكنيسة، مو كنيسة؟ بلطوني شغل الفيديو، شغله، شغل يا هذا، مو هاي الكنيسة، هاي كلكم تندلوها بالكرادة. باتجاه الباب الشرجي صحيح؟ باوع تمام؟ أنا أريد أسأل أبو الكرين سؤال عقل. أوقف لي هنا، وقف وقف، اتصل لي عليه، اتصل لي على أبو الكرين، اتصل عليه. إيش قد الرقم؟ أي والله ما أعوفه اليوم، اتصل لي عليه. يلا أريد أشوف يعني ليش، يعني مدى أفتهم يعني مكان مقدس، إذا كان جامع، حسينية، كنيسة، معبد، يعني ما يصير لك ماكو هيك بلد فالت. انطيني اياه. السلام عليكم. رب يحفظك إن شاء الله. شلون الصحة؟ الله يخليك. عندنا عندنا طلابة وياك. يا ستار ابو دخيل، انا خادم. لا العفو، تريدك تروح تمسح رقم تليفونك من الحائط مال الكنيسه، بيها مجال؟ انت منو حضرتك؟ انا الاعلامي قحطان عدنان. الله، وحق نور محمد، باوع قحطان. وحق نور محمد من متابعينك، انا اروح فدوى لقلبك. اتشرف والحمد لله وشكر لي انا سماع صوتك. اتشرف، بس راح اقول لك شغله. هذا عتب محبين. قول عينك تمام. هذا حائط مال كنيسة، تمام؟ زين. والكنيسة زين. يعني مكان خاص للعبادة، مثل زين. الجامع والحسينية، صح لو لا؟ فلما وصلنا الفيديو إنه كان كاتب رقم تليفونه على حائط مال كنيسة، هذا يسيء لإخواننا، يعني ينزعجون زين. فإحنا زين. نريد عتب محبين. زين استاذ عدنان، راح اقول لك فد شغله. قول. ادعي من الله يحفظك ويستر عليك، هاي وحده. الشغله الثانيه، قسما بالله العلي العظيم، مو انا اللي كاتبه، تعرف منو؟ القسيس الموجود بالكنيسه، اكو سيارات يجون خارج بغداد، تمام؟ فكان بوقت انفجارات ما يخلون واحد يعوف سيارته ويروح، تمام؟ صح. فقال لي الو. اي اسمعك. قال لي اكتب الرقم مالك هنا، القسيس موجود حاليا بالكنيسه، زين. تمام؟ ايه بس الله العلي بس العظيم. انت صادق، بس راح اقول لك شغله. نعم، يمكن هسه نعم، يمكن هسه وضحت لهواي ناس من المسيحيين اللي خارج العراق وداخل العراق، بس اللي موجودين نعم. خارج العراق لما يشوفون هذا الفيديو بالتواصل الاجتماعي وينزعجون، صح لو لا؟ أنا هذا سامي، الولد سامي اللي ينشر، أبو سامي ما كل عاد تكتك من نشارة هذا الرقم، محمد سامي، رحت أنا محمد سامي مرت، روح أنا أمسح هذا الرقم. أيه؟ قال لي يا والله العظيم نفسه طلع لي على الكاميرات ومنعني من عند هذا الشيء. أنا اللي علي رسالة وصلتها من المسيحيين إلك. أنا هسه هذا إليك. أنت والقس، هذه مو شغلي، يعني ممكن أن واحد يسويها بشكل نظامي وحضاري، إنه قطعة لا تتعلق بعمود، مو لا يعني، بس لأنه هذا يشوه حائط مكان للعبادة. أستاذ عدنان، ها حبيبي، أنا إن شاء الله والله العظيم لو دي فهمت من وانت قلت لي ان شاء الله اليوم فدوى القلب راح يمسح فدوى ان شاء الله. واني باسم كل المسيحيين اشكرك. انا خادم فدوى لك استاذ عدنان، وانا احبك بالقران، فدوى لك، وانا صار اسمي بالتعليقات اعلق لك دائما، واتشرف. انا اسمي خليل ابراهيم. اتشرف. انت الشرف. اتشرف. استاذ خليل، انا كلش ممنون من عندك، وللامانه انا كلش يعني اشكرك على سعه صدرك. لا انا خادم لك استاذ عدنان هيك. نعم، بروح على ابوك. يعني بروح ابوك. شهاده الماجستير وشهاده البكالوريوس وشهاده الماجستير وسنه دارس على الدكتوراه، وانضربت بشغله براسي. وبعدين احنا عرفنا هذا الشغل
من 2005 جينا نشتغل في هاي الشغله مال الكريل. الشرف الشرف لك، العمل شرف والله العظيم. بس هذا مشكله لعد احنا زندقون الطوم لما امه يروحون حشاك يجيبون وين ماكو تافه، وين ماكو واحد مزور شهاده يخلوه بمنصب مهم، وانت دكتوراه وماجستير تشتغل بكرين، مع احترامي لهذه المهنه هذا كفر. والله العلي العظيم آداب عربي وانا مواليد، تعرف الجيت مواليد 72، هسه اعطي لي تفصيل كامل افصل لك اياه بالمباشر الكامل قسما بالله العظيم. وانا اتمنى صوتك يوصل لرئيس الوزراء، واتمنى صوتك يوصل الى اعلى جهه بالدوله حتى تشوف انه احنا عندنا كفاءات وش يسوون، وهو دي يروحون يجيبون ناس ما لا شهايد ولا ابد يطوهم مناصب. وانا عندي بنات اثنين طبيه طب عام، بنات اثنين وعندي ولد جايز طبيه، الله شاهد ما شاء الله بالقران الكريم، واتمنى اكون بالقناه وقدام العالم كل الناس تعرفني ان شاء الله. والله وعندي ولد بالكليه ثلاثه ان شاء الله. بقى اريدك تدري شنو، اذا من تمسحها اذا تريد هذا اتفق ويا القس، خلوا فت قطعه نظاميه، انت استاذ خلوا فت قطعة نظامية، وأريد استضيفك على هذا سعة صدرك ونعرض مشكلتك أمام رئيس الوزراء. وذاتك أنت أقسم بالله العلي العظيم، اليوم الرقم ساعة 10:30 ما يبقى والله. ممنون أحسان. ممنون. أنا من الناس اللي يحترمونك. فدوى القلبك. واللي يحبونك. وأنت أنا أحترمك أنت كوجه. فدوى العمر. علما لظاهرة الفاسدين. أكيد. والفاسدات. أكيد. وأني باسمي وباسم القناة وباسم كل المسيحيين أشكرك على سعة صدرك. شكرا جزيلا لك. شكرا. وكل المسيح وكل الدولة شكراً. على راسي وانت شكراً. وياهم. شكرا لك. شباب باكر ظلوا متواصلين وياه بعد أن ينمسح، إذا سوى بطريقة حتى نستضيفه ونشكره على سعة صدره وأنه تجاوب ويانا بشكل مهذب وحضاري.